calling, but it's hard because I'm falling. المهم اخوتي كما كتشوفوا حنا وصلنا وسط المدينه ديال الرباط، باغي نمشي نشد من الطوبيس 34 ان شاء الله اللي غيدينا للحديقه. المهم كما كتشوفوا هنا الطوبيس مهم اخوتي كما كتشوفوا حنا دابا وصلنا مركب مولاي عبد الله هنا قرب اللي قريبه منه حديقه الحيوانات. ان شاء الله غنمشيو نضربوا بكم جوله تما كيف حديقه ديال تماره ان شاء الله، شحال هذه ما جينا عليها. يلا خليكم معنا، خليكم معنا في لا فيديو، نتمنى يعجبكم لا فيديو، ما تنساوش واحد جيم بارطاج لايك للقناه. حديقة الحيوانات من الرباط. المهم كما كتشوفوا هنا دابا دخلنا الحديقة، هذه هي الدخلة ديالها. أسد مهم كما تشوفوا هذه الدخلة ديال حديقة التمارة. هذه واحد المدة ما بقيت جيت هنا، جيت شحال هذه من تقريبا جي شي 10 سنين تقريبا ما دخلتش ليها. المهم قطعنا التيكيت اخوتي 50 درهم ادولت، يعني واحد وعائلة كتكون تقريبا ب 2400. المكاك البربري توزيع الجغرافي أناس عييتي يا خفاش خفافيش خفاش الفاكهة بأتديز بسيطة ومن كتيرة بوديد حجم كبير من 12 إلى 19 سنتيم الوزن 80 غرام 68 تتغطى الفاكهة وتعيش 25 عام. سنجاب هذا هو الأروي. المهم غنمشيو نشوفو، مازال الحديقة هذه كبيرة مازال فيها ميتشاف، غنمشيو نهبطو لتحت ونشوفو عاوتاني اش كاين جديد تما. كاين صراحة مكان ساحر هنايا ان شاء الله. البط والإوز ما شاء الله أعطاني واحد الحياة بحال عايشين في الصحراء. ثعلب الماء
طلبوا الماء. تبارك الله كده. فرس النهر في ابتدية فصيلة إيبوبوتاميدي، حجم الكبار يزل من 3 متر حتى 4 متر، الوزن 3000 حتى 4000 كيلو، يعني 3 طن حتى 4 طن. عاشي عمك المشهور، تبارك الله. كاين من التمساح التماسيح. المهم حنا دابا غندخلو المنطقة ديال النسور والفيل والأسود. السافانا الإفريقية، المناطق القاحلة. النسور شنو نسر كده مع اسمه ولا هذا؟ نسر أسمر. لقلق. تبارك الله النسور قداش. الفيل الفيل الفيل، شوفوا تبارك الله فيل ضخم. جمجمات الفيل، شوف شوف شوف، تبارك الله على جمجمة قداش. التعبان
Guarda il serpente, ecco il serpente. Hai visto il serpente? Messo. Sì, ti tiro su, aspetta. Messo. Sì. Serpente dopo. Tolgo se lo metto. Facciamo una foto con il serpente. Cosa sarà? منطقة الأسود والفود. الأشبال، أشبال صغار، أشبال اللبؤات. وحيد القرن. شوف تبارك الله قداش. يلا يلا تحرك عمي، يلا عمي نوض صاحبي ونوض عن نشوفه كده. الثعلب بغنى انت تعال هنا. غزال، شو البيضة ديالو؟ تبارك الله البيضة ديالو. المال عربية. قرون طباء. الأسد الأبيض. الجمجمة ديال الغزال، الجمجمة ديال فات. ناس لي زاباش. لي زاباش وما هادو. هو الضبع، هو الضبع الشرس. اي 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 الضبع.
سبحان الله العظيم. شو هذا الحيوان هذا اسم ديالو الشيهم، الشيهم في الثدييات. الحجم ديالو كيتراوح ما بين 60 حتى 70 سنتيم، الوزن ديالو 20 كيلوغرام. عاشي من الكلب البري الافريقي لاحم. النسور الجارحة. إنكم هنا. النسر الأسمر. لا لا قرد ميمون. شوفوا سبحان الله العظيم. شوفوا سبحان الله العظيم. Thank you.
باتاغونيا أرنب باتاغونيا كابيا الكنغر كونغو 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 تدري عندك يا سوفيت عندك عدك يلا اخوتي حتى لهنا نكونوا انتهينا الفيديو ديال هاد النهار. نتمنى يكون عجبكم الفيديو اللي درنا بنيت الرباط وما تنساوناش بجيم القناة وبارطاج اخوتي باش يوصلكم ديما الجديد. يلا تهلاو في راسكم والسلام عليكم. Peace and love.